اهلا بيكم مشاهدينا وفقره الوصفات الطبيعيه. دايما زي ما بنهتم ببشرتنا وبجسمنا ونعمل لهم دايما سكراب علشان نشيل خلايا الجلد الميته او الطبقات اللي مش مستحبه او الطبقات اللي بتتكون عن طريق الميك اب والتراب والحاجات دي كلها، شفايفنا كمان محتاجه دايما ان احنا نعمل لها سكراب علشان نجدد دايما فيها الخلايا الميته ونشيل دايما طبقه القشور اللي بتكون موجوده عليها. طيب هنعمل النهارده 3 سكراب سريعا جدا، وانتوا تختاروا الحاجات الموجوده عندكم في البيت وتقدروا تعملوا منها سكراب. محتاجين تجربوا الثلاثة، برضو جربوهم، الثلاثة هيعجبوكوا جدا. خلونا أول سكراب نجربه. إحنا محتاجين حاجات بسيطة جدا. أول حاجة معلقة سكر، بس ياريت السكر يكون ناعم علشان ما نجرحش منطقة الشفايف لأن هي بتكون حساسة شوية، وعليها معلقة عسل نحل. حلو، أبسط من البسيط، سكر وعسل، وعادي لو أكلنا منه حاجة يعني مش هيضر، ده كله حاجات إيه، مسكرة. تمام، ده كده السكراب بتاعنا، بس طبعا يفضل ان يكون السكر ناعم مش خشن. ادي اول سكراب معانا للشفايف. طب ده احنا هنعمل بيه ايه؟ احنا هناخد حاجه بسيطه قوي زي كده وهنمشي بحركات دائريه على الشفايف بالراحه جدا علشان الشفايف بتكون طبقه الجلد بتاعتها رقيقه جدا، فعلشان ما يحصلش اي جرح فيها. تمام، ممكن كمان نستخدم فرشه اسنان اللي هي بتكون سوفت، اللي بتكون طريه قوي 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 مش الخشنه، ونعمل بيها السكراب بتاعنا. تمام، ده اول سكراب معانا وابسط حاجه اللي هو السكر وعسل النحل. طيب تاني سكراب معانا وهو برده حاجه بسيطه جدا، القهوه سريعه الذوبان. هناخد منها معلقه، طبعا كلنا عندنا قهوه سريعه الذوبان في البيت. هنحط عليها معلقه من زيت الزيتون. زيت الزيتون معروف ان هو من اقوى المرطبات الطبيعيه. احنا يعني محتاجينه يكون تقيل شويه، مش هيكون سائل قوي علشان نقدر ناخد منه، سواء هنا بقى بفرشه او بايدينا زي ما احنا قلنا. وهنعمل برده نفس الكلام، حركات دائريه على منطقه الشفايف بالراحه جدا علشان ما نعملش اي اصابات، ما نكونش بقى يعني ايه بنعمل سكراب، لا نبهدل نفسنا. تمام، اخر سكراب معانا وهو معلقه سكر صغيره، برده سكر ناعم، ومعلقه قرفه مطحونه او نص، خلوها نص معلقه قرفه مطحونه، ومعلقه عسل ابيض. القرفه المطحونه يقال عنها انها بتنفخ الشفايف، يعني في بنات بتحب تعمل فيلر الشفايف، وفي بنات بتحب تعمل الحاجات دي مؤقته، ان هي يعني ايه تجرب شكلها لو هي عملت فيلر الشفايف. فممكن تجرب وصفه القرفه دي او سكراب القرفه، هيكون لطيف جدا معاها. ده بيكون شكله، ونفس الكلام هنحطه بايدينا، هنحطه بفرشه المعجون السوفت، هيبقى لطيف جدا معانا. طيب احنا خلصنا السكراب، هنعمل ايه؟ ابسط حاجه هنرطب بيها بعد السكراب وهيدينا كمان لون حلو جدا، هناخد معلقه صغيره من عسل النحل. انا مش هلحق اعمله للاسف لان الوقت خلص، وهناخد عليها نقطه من باودر دم الغزال. الباودر دي بنجيبها من عند العطار، هي هناخد نقطه صغيره جدا على معلقه عسل النحل وهنرطب بيها الشفايف و10 دقائق ونغسلها. اعملوا الوصفه دي هتعجبكم جدا، وابعتوا لنا دايما كل الوصفات اللي انتم نفسكم نعملها في فقره الوصفات الطبيعيه على صفحه برنامجنا عياده تن. هنطلع مع بعض دلوقتي فاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا النهارده، استنونا.